خلونا ندخل على مسألة كده بالراحة. طيب قبل ما ادخل على المسألة بس هفهمك حاجة بسيطة قوي. لما اجي اضرب تو فيكتور زي دول كده، 5i و3j و4k مضروبة في 8i و9j و11k مثلا على سبيل المثال، اعمل ايه؟ سيبك من اللي تحت ده اللي احنا مش فاهمين ايه هو ده، اللي انت اكيد مش فاهمه، عشان انا بحاول اختصر لك صدقني بقدر الامكان عشان تفهم، بديك الخلاصة. يعني اعمل لي ماتريكس الري، سموها ايه، الري ولا ماتريكس مصفوفة، واكتب لي فوق اي وجي وكي، واكتب لي الاي اللي مع الاي هنا واللي مع الجي واللي مع الكي في صف كده في رو تحتها، واكتب لي الكيو اللي مع الاي واللي مع الجي واللي مع الكي هنا كده. وتعالى دي خطوة مني انا بقى زيادة، تعالى فوق الاي كده اكتب لي بوزيتيف، وفوق الجي اكتب لي نيجاتيف، وفوق الكي اكتب لي بوزيتيف، يبقى موجب سالب موجب. ليه الكلام ده؟ هقول لك الكلام ده دلوقتي ليه. طب انا عايزه افك الماتريكس دي، عايزه افكها، افكها ازاي؟ انا حاطط فوق الاي ايه، الكلام ده بيساوي، انا حاطط فوق الاي ايه، بوزيتيف، طب يبقى موجب، يبقى بيساوي موجب، اكتب ورايا اللي انا بقوله لك ده دلوقتي وهحله لك في مساله. موجب، الغي، انا شغال مع الاي يبقى الغي الرو والكولم بتاع الاي، الغي صفها وعمودها واقول بي واي في كيو زد ناقص بي زد في كيو واي، اهي بتساوي بي واي في كيو زد ناقص بي زد في كيو واي. طيب خلاص الكلام ده كتبناه في قوس كبير كده واقفلهولي. طيب الجي حطينا فوقها موجب ولا سالب؟ حطينا فوقها سالب، يبقى ناقص، هي دي هي اللي انا بقولها، بس هو عامل الاشاره بالموجب فعكس لي الاشارات اللي جوه، ناقص، انا هحاول اكتبها لكم، اكتب لكم الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي، هحاول، ناقص الغي صف الجي وعمودها، الغي صف عمودها، سوري عمودها وصفها، بي يبقى ناقص بي اكس في كيو زد ناقص بي زد في كيو اكس. انا بعمل ايه يا جماعه؟ انا بفك المصفوفه دي. بعد كده الكي فوقها حطينا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ حطينا بوزيتيف، يبقى زائد، تعالى هنا كده واكتب لي زائد، الغي صف الكي وعمود الكي، بي اكس في كيو واي ناقص بي واي في كيو اكس. يعني ببدأ من الشمال عشان اضرب اي اتنين في بعض، ببدأ من الشمال اضربها في اليمين ناقص اليمين اللي فوق في الشمال اللي تحت. الكلام اللي انت بتقوليه اللي احنا مش فاهمين منه حاجه ده، تعالوا افهمكم اكتر. في اكزامبل 4 تو فورسز، احنا هنجيب العزوم دلوقتي على فكره الاف 1 واف 2، بس اف 1 واف 2 دول مش في السكيلر، مش قيمتها 50 نيوتن مضروبه في 2 متر و60 نيوتن مضروبه في 2 متر و20 نيوتن مضروبه في 3 متر، لا لا، دي سكيلر كوانتيتيز. ولذلك انا في اول سلايد خالص قلت لك السكيلر فورميولا للمومنت، وقلت لك هناخد السكيلر وهناخد الفيكتور. خلصنا كده المومنت للفورس، اجيب ازاي عزم القوه في حاله السكيلر، السكيلر اللي هي قيمه مطلقه للاف وقيمه مطلقه للمسافه. لكن انا دلوقتي عندي فيكتور، يعني ايه؟ يعني هجيب العزوم اهو لفورس ومسافات، برضو العزم المومنت ام بيساوي فورس في ديستانس، بس الفورس للاسف في الكارتيزيان فيكتور والمسافات برضو في الكارتيزيان فيكتور. يعني ايه في الكارتيزيان فيكتور؟ يعني الفورس ليها قيمه في الاي وقيمه في الجي وقيمه في الكي، ومشيت مسافه في الاكس وفي الواي وفي الزد، يعني مسافه في الاي وفي الجي وفي الكي. الكلام اللي انت بتقوليه ده يا دكتور، يعني الفورس في الفراغ والفورس الثانيه في الفراغ، او فور عندي، لو عندي فورس واحده فهي في الفراغ، ولو عندي اكتر من فورس فكلهم في الفراغ. يعني ايه في الفراغ؟ يعني في محور اكس وفي محور واي وفي محور زد. تعالوا نمشي مع بعض، واحنا مش اول مره ناخد الكلام ده، احنا خدناه الاسبوع اللي فات واللي قبليه كمان. تعالوا نمشي واحده واحده في المساله، هتلاقوها سهله جدا، بس ركزوا معايا ورقه وقلم وارسموا المساله دلوقتي، وقف الصوت وارسم المساله، وبعد كده ابتدي اكتب ورايا خطوه خطوه. تو فورسز اكت اون ذا رود شوين، الرود اللي حضرتك شايفه ده اللي هو او اي بي، في تو فورسز بيأثروا عليه اف 1 واف 2. طيب تمام،
ديتيرماين ذا ريزلتنت مومنت زي المسألة دي زي دي، ادي فورس والتانية والتالتة، وعايز المحصلة بتاعة العزم بتاعهم، عايز المحصلة بتاعة العزم بتاعهم كرييت ذا مومنت زي كرييت اللي الفورس 1 و 2 دول هينشئوه، العزم اللي هينشئوه حوالين نقطة او، about the flange at او، اللي عند نقطة او كده، فلانج فلانشة فلانشة يعني متثبت بيها الرد ده. طيب ايه المطلوب؟ مطلوب ان انا اجيب اف 1 واف 2 دول هيسببوا لي مومنت حوالين نقطة او، انا عايز المومنت ده. حلو قوي. اكسبريس ذا ريزلتنت از ا كارتيزيان فيكتور، هو كده كده هيطلع لي في الكارتيزيان فيكتور اصلا يعني. تعالوا نشوف مسألتنا، انا عندي العزم بيساوي ايه؟ بيساوي الفورس في ديستانس. طب لما يكون عندي اكتر من فورس يبقى المومنت بيساوي سميشن الفورس في ديستانس، مجموع كل الفورسز في الديستانس بتاعها. طيب ادي اف 1 بتاثر عند نقطه ايه؟ ادي اف 1، المسافه من او لاف 1 دي المسافه العموديه، ركز معايا. يبقى انا المفروض اعرف قيمه اف 1 وقيمه المسافه بتاعتها. اف 1 بسالب 60 في الاي بلس 40 في الجي بلس 20 في الكي، ادي اف 1. طب عايز اعرف ار اي بكام؟ مشيت من الاو عشان اوصل لنقطة ايه؟ مشيت مسافة فين؟ مشيت حاجة في اكس يبقى زيرو اي، مشيت مسافة في زد يبقى زيرو، ما مشيتش يبقى زيرو في الكي، مشيت مسافة في واي، ايوه مشيت في الواي مسافة كام؟ 5 فيت، يبقى ار اي ايكوال 5 بس في الجي، المسافة مشيتها في الواي، لكن كام في الاي؟ يعني ار اي بيساوي زيرو في الاي، 5 في الجي، 0 في الكي، اللي هو 5 في الجي بس فيت. يبقى انا عارف كده قيمة اف 1 بكام وار 1 اللي هي الدي، يعني اف في دي الدي 1. طيب قيمة اف 2 بلس 80 في الاي بلس 40 في الجي ماينس 30 في الكي، اتأكد بس ان الصوت شغال. طيب ادي اف 2 عايز اعرف ار 2 اللي هي الدي 2، مش كل فورس في الديستانس بتاعتها بيسببوا لي مومنت، انا عايز اعرف دي 2. ادي دي 2 اللي هي ار بي، ار اللي مشيت دي كده هي المسافه العموديه. يعني يا دكتور اول ما نخرج من الاورجن من نقطه الزيرو زيرو زيرو لحد الفورس، لو انا في الـ في الـ في الـ في الفراغ يعني في السبيس في الثلاث محاور، اول ما اخرج من الاورجن لحد نقطه الفوق تاثير الفورس، انا كده في انا كده ده المسافه العموديه. ايوه هي دي المسافه العموديه، زي ما عملنا ار ايه هي المسافه العموديه ار بي. طيب حلو قوي، عشان اوصل لنقطه بي مشيت ازاي؟ مشيت ادي مسافه في الواي وادي مسافه في الاكس وادي مسافه في الزد او في النيجاتيف زد، يبقى مشيت كام؟ 5، الخمسه مكتوبه اهي، 5 في الواي بالبوزيتيف واتنين واربعة تحت اهي، 4 في الاكس يعني 4 في الاي بالبوزيتيف برضو لانها مع الاكس اهي في اتجاه البوزيتيف اكس، ماينس 2 اهي في الكي، يبقى بلس 4 بلس 5 ماينس 2 بلس 4 بلس 5 ماينس 2، ادي الاي والجي والكي. هو انت بس عكسنا هنا، علشان توصل لنقطه بي اضطريت تمشي في الواي الاول، تعرف المسافه اللي مشيتها في الواي كام، وبعدين مشيت مسافه في الاكس اعرف المسافه اللي مشيتها في اكس هي كام، وبعدين نزلت مسافه في النيجاتيف زد يبقى المسافه اللي انا مشيتها في النيجاتيف زد بنيجاتيف 2 وهكذا. يبقى انا عرفت كده الاف معايا اف 1 ومعايا اف 2 ومعايا الدي 1 والدي 2 او الار 1 والار 2. تعالوا نحل المساله برضو، انا بس برسم الرسمه للتسهيل عليك مش اكتر، عشان تبقى شايفها يعني مش اكتر، لكن انا ممكن اشيل الرسمه دي خالص كده واكبر لك دي كده. اقول لك تعالى نحل المومنت بيساوي ايه؟ فاكرين؟ معلش هرجع تاني للمساله دي، فاكرين المومنت كان بيساوي ايه لما يكون في اكتر من فورس؟ سميشن الفورس، كل فورس في الديستانس بتاعتها، كل فورس في المسافه بتاعتها. طيب نيجي للمسالتنا، المومنت
حوالين الراوند الارضي، يعني الراوند بوينت او ايكوال سميشن كل فورس في المسافه بتاعتها. طيب المسافه الاولانيه اللي هي الار اي في الاف 1 ار اي مضروبه في اف 1 وار بي مضروبه في اف 2، ار اي في اف 1 وار بي في اف 2، يبقى ده كده سوري ده كده الكلام اللي انا قلت لكم انا هسيبه في السلايد دي. لما اكون بضرب 5 اي و4 جي و3 كي و6 مضروبه فيه 12 اي و11 كي و16 كي و6 جي وكي بعمل ايه؟ بعمل ماتريكس، اكتب الاي والجي والكي، احط بوزيتيف فوق الاي، نيجاتيف فوق الجي، بوزيتيف فوق الكي، واقول ايه؟ واقول هنا القيم اللي مع الاي والجي والكي والقيم الثانيه اللي مع الاي والجي والكي اللي هم البي اكس بي واي بي زد اهم، والكيو اكس كيو واي كيو زد اهم. يبقى اجي لمسالتي، ادي سوري انا اسفه معلش المحاضره طولت شويه النهارده. ار اي في الاف 1 ار اي بكام؟ ار اي 0 في الاي، 5 في الجي، 0 في الكي، 0 5 0. والاف 1 ادي قيمه الاف 1 سالب 60 و40 و20، سالب 60 و40 و20. يبقى ده كده الماتريكس دي هي ايه؟ هي الاف في ديستانس الاولانيه. عندي فورس تانية في الرسمة؟ أيوة عندي F2، يبقى بلس RB في ال F2، RB في F2، يبقى أدي ال FIJK، أدي ال array بتاعتي أو الماتريكس بتاعتي وال I وال J وال K، وحط هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، وقول لي ال RB بكام؟ يجي لل RB المسألة أهي، ال RB طلعناها بأربعة خمسة سالب اتنين، أربعة خمسة سالب اتنين، وإف تو، إف تو أهي بتمانين وأربعين وسالب تلاتين. تمانين وأربعين وسالب تلاتين. بس مش مطلوب منك غير إنك تضرب الماتريكس دي اللي أنا فكيتها في السطر الكبير ده، زائد الماتريكس التانية اللي أنا فكاها في السطر الكبير ده. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا مش قلت لك حط لي فوق الاي بوزيتيف وفوق الجي نيجاتيف وفوق الكي بوزيتيف؟ تعالوا نفك الاري الاولانيه او الماتريكس. ليه انا بقول لك حط لي الاشارات دي؟ عشان هي اللي هتحطها بره كل قوس. تعالوا نمشي ستيب باي ستيب عشان ما تتلخبطوش مني. سيب دي خالص، دي فكها في السطر الثاني، خلينا في السطر الاولاني اللي هو ان انا ازاي افك المصفوفه الاولانيه الماتريكس الاولانيه. طيب انا هشتغل على الاي الاول، الاي فوقيها ايه؟ بوزيتيف، يبقى بوزيتيف هنا اهو، الغي صفها اول حاجه، انزل اشارتها وبعدين الغي الصف بتاعها والعمود، الغي الرو والكولم. طيب 5 في 20 ناقص 0 في 40، 5 في 20 ناقص 0 في 40 ده الاي. الجي فوقها ايه؟ فوقها نيجاتيف يبقى ناقص، والغي احط اشارتها ناقص، والغي الصف سوري ده العمود بتاع الجي والصف بتاع الجي، واقول 0 في 20 ادي 0 في 20 ناقص 0 في في سالب 60 يبقى ناقص 0 في الجي برضه، يبقى الجي بزيرو. اجي للكي حاطين فوقها ايه؟ حاطين فوقها بوزيتيف، يبقى انزل البوزيتيف، الغي الرو والكولم بتوع الكي، الغي الرو والكولم، يبقى 0 في 40 ادي 0 في 40 ناقص 5 في سالب 60 ادي ناقص 5 في سالب 60 ده الكي. سيبه دلوقتي مش هقول لك اعمل يعني ما تجمعش ولا تعمل حاجه، زائد انتوا فاهمين، ارجو ان انتوا تكونوا فاهمين. بلس ادي بلس، نفك الماتريكس الثانيه، الاي فوقها ايه؟ فوقها بوزيتيف، يبقى ادي بوزيتيف قبل الخمسه، مش مهم اكتبها يعني بس بوزيتيف، انما البوزيتيف دي البوزيتيف بتاعت دي. طيب
اللي هي هجمع الماتريكس التانية على الأولى، الاي فوقيها بوزيتيف انزل بالبوزيتيف اللي فوقيها، هلغي الرو والكولم بتوع الاي، هلغي الصف والعمود بتوع الاي، واقول 5 في سالب 30 ناقص 2 في 40، 5 في سالب 30 ناقص سالب 2 في 40، وده في الاي. نيجي للجي، الجي فوقها ايه؟ فوقها سالب، يبقى ناقص، ادي السالب. الغي الصف، امشي بالترتيب اللي انا بقول لك عليه، الجي فوقها سالب انزل السالب. ما ت... ما ت... ما ت... ما ت... يعني ما تكسلش عن خطوه لانك هتنسى، او ما تدمجش خطوتين مع بعض لانك هتنسى وتتلخبط. انا عارفه ان الماتريكس اللي انا بفكها دي بالنسبه للناس سهله جدا، لكن برضو عارفه ومتاكده ان هي في ناس اول مره يشوفوها. لو حد معايا دلوقتي ثانويه من بره ولا حاجه، فالناس دي اول مره تشوف الكلام ده. فخلينا نقول الجي الاشاره اللي فوقها نيجاتيف، ادي نيجاتيف، الغي الصف بالقلم الرصاص كده، قوم شاطب بالراحه على ده وشاطب بالراحه على ده، وقول لي 4 في نيجاتيف 30، 4 في نيجاتيف 30 ناقص سالب 2 في 80، سالب 2 في 80، وده في الجي. خلاص خلصنا الجي. نيجي للكي، فوقها ايه؟ فوقها بوزيتيف، ادي بوزيتيف، وبعدين الغي العمود والصف بتوع الكي، واقول 4 في 40، ادي 4 في 40 ناقص 5 في 80 ناقص 5 في 80، الكلام ده في الكي. جمع الاي واجمعها لي مع الاي اللي تحت، يعني هنا مثلا الاي 5 في 20 ب100 ناقص 0، يبقى هنا عندي 100 اي بالبوزيتيف، وهنا كده 5 في سالب 30 يبقى سالب 150، وانا عندي فوق موجب 100 يبقى موجب، يبقى سالب 50. طيب ناقص ناقص بزائد، 2 في 40 ب80، سالب 50 زائد 80 يبقى زائد 30، يبقى دي زائد 30. الجي مثلا هنا بزيرو، وهنا شوفها بكام، يبقى ادي ناقص 40 جي. جمع لي الكي هنا مع الكي هنا، بلس 60 الكي. انت ضارب ايه؟ ضارب فورس في ديستانس، قوة في مسافة، باوند في فيت، باوند في فيت، لو كان نيوتن ومتر يبقى نيوتن في متر. يبقى كده خلصت، وطلعت لي ده قيمة المومنت. ايوه ده قيمة المومنت للرسمة دي، محصلة العزوم لتأثير اف 1 واف 2 على نقطة او، واف 1 معاها مسافتها ار 1 واف 2 معاها مسافتها ار. اللي مش فاهم المسألة يعيدها تاني، اللي مش فاهم ازاي الماتريكس بتتفك يعيدها تاني، يعيد يشغل الفويس مرة واثنين وثلاثة واربعة، وان شاء الله هحاول اكرر لكم الكلام ده في اي ريفيجن ولا حاجة قبل الميد تيرم، ان شاء الله هحاول باذن الله. يعني هديكم مسائل تاني من النوعية دي، ما تقلقوش، هبعت لك الاساينمنت بعد شوية بس صغيرين.